أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مساحة للرأي. موضوع الساعة طبعا موضوع كورونا، تأثيره على العالم كله، لكن هناك مناطق ساخنة فيما يتعلق بكورونا بتعتبر نموذج، يعني محل بحث من جانب العلماء والمتخصصين. الهند، يعصف بالهند في هذه الفترة تفشي فيروس كورونا بشكل غير عادي وغير تقليدي، حيث قارب النظام الصحي في الهند على الانهيار في ظل الارتفاع غير المسبوق في إصابات كورونا، بعدما تخطت أعداد الإصابات حاجز 400,000 إصابة يوميا، حتى أصبح مصابون كثيرون يبحثون بمشقة عن إمدادهم بالأكسجين، والمستشفيات عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين بالعدوى. وعلى الرغم من أن الهند تمكنت في وقت سابق من السيطرة على الوباء وتقليل أعداد الإصابات وأطلقت برنامجها للتطعيم، إلا أن البعض يؤكد أن تخفيف الإجراءات وتغيير السلوكيات الاحترازية قاد الهند إلى هذه الموجة القاسية من الحالات الجديدة، لا سيما أن الموجة التي تشهدها الهند حاليا هي نسخة متحورة جديدة تعد طفرة مزدوجة، ما يجعل البلاد في حالة حرجة جدا على الصعيد الصحي. فهل سنشهد السيناريو الإيطالي في الهند؟ وهل ينبغي أن تزداد حالات الإصابة بكوفيد 19 حتى تعود وتنخفض؟ هذا ما نناقشه اليوم في حلقة جديدة من مساحة للرأي مع ضيفنا الكريم في الاستوديو، الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق. بنرحب بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. يعني الأخبار بتنتقل بسرعة طبعا، وكلنا بنتابع ما يحدث في العالم فيما يتعلق بكوفيد 19، لكن الهند ضربت مثلا غير مسبوق غير متكرر 400,000 إصابة في اليوم، رقم كبير جدا. يعني كيف تفسر حضرتك الزيادة الهائلة في أعداد الإصابات بالهند خلافا للمحيط حتى بتاعها في باكستان والدول المجاورة؟ إنما حدث في الهند يعتبر والزيادة في أرقام الوفيات وأرقام الزيادة كارثية في الحالات، وزيادة الحالات الوفيات طبعا رقم غير مسبوق. هذا أمر كان خطير جدا، وعلامة استفهام أن الفيروس لا زال يغامض، ولا طبعا لا زال العلماء يبحثون وراءه أو يلهسون وراءه، أو أن هم طبعا ولا يلاحقونه في السبق والتحور. فيروس كورونا أصبح هناك تحور، احنا قلنا أول تحور حصل في بريطانيا وكان تغيير في التسلسل الجيني 23. النهاردة طبعا حصل وكان سريع الانتشار وراح دول أوروبا تانية وعادي في الموجة التانية بشكل شرع جدا، من حاجات كارثية حدثت في أوروبا. النهاردة في الهند حدث يمكن أشد وأسوأ مما قبل. احنا بنقول التسلسل الجيني يعني بيحصل مرة مثلا، هناك التسلسل الجيني حصل طفرتين، هذه الطفرتين وفي علماء قالوا فيه طفرة ثالثة كمان، الطفرة الواحدة أحدثته في أوروبا. النهاردة بنقول طفرتين تحدث في بلد عدد سكانها 1,300,000، طبعا ده يعتبر كارثة كبيرة جدا، وإن شئت فقول يعني غير مسبوق. يمكن لو قلنا مثلا احنا عارفين ان الهند هي المنشأ الاساسي او اللي هي المصنع الاساسي للتطعيمات على مستوى العالم كله، يعني حينما يكون عندها الثروه العظيمه دي كلها، وبعدين نرى اشلاء ونرى الناس مش لاقين حتى الاكسجين، او حتى يعني يخرجون لتلقي الاكسجين فيموتوا في هم ماشيين مثلا، دي يعتبر كوارث كبيره جدا. طبعا يمكن التراخي نقول ضمن اسباب هذا التفشي العظيم، اولا التراخي في جناحي الحمايه من الفيروس. الجناح الاول اللي هو الضوابط الوقائيه نسيوها، من الكمامه وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي. الجانب الثاني اللي احنا بنسموه او ايضا الراحه الثانيه اللي هي موضوع التطعيم، والتطعيم طبعا يوم تمام يا دكتور. طب اسمح لنا يعني نعرض لتقرير أعد الزملاء في أسرة الأعداد، ثم نعود في هذه الحلقة مع دكتور أحمد شاي. بعد
بعد طي صفحة السلالتين المتحورتين الجديدتين من فيروس كورونا المستجد البريطانية والجنوب أفريقية اللتين بثتا الرعب في كل أرجاء العالم، ظهرت سلالة هندية أكثر فتكا وانتشارا من سابقتيها، ومن ثم فقد وضعت السلالة الجديدة السلطات الصحية الدولية أمام تحد جديد. ومن ثم فقد وضعت السلالة الجديدة السلطات الصحية الدولية أمام تحد جديد، لا سيما بعد أن سجلت الهند أرقاما قياسية غير مسبوقة على مستوى الوفيات والإصابات. ولتدارك انفلات الوضع الوبائي، قررت السلطات المحلية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي. ويأتي ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بالفيروس التاجي، بينما يواجه النظام الصحي صعوبة في التكفل بالمرضى نظرا لاكتظاظ المستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين والأدوية. وأمام هذا الوضع سارعت عدد من الدول إلى الإعلان عن مساعدات عاجلة وفورية للحكومة الهندية، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق. دكتور، هل تتوقع تكرار السيناريو الإيطالي في الهند؟ ده كل شيء وارد، لأن اللي عندهم السلالة الجديدة أشد فتكا وأكثر انتشارا من غيرها في العالم كله. يعني إن لم يكن بقى هناك بقى تحفظات وتجديد، وده أعتقد في برضو الهند تعتبر دولة يعني مش زي دول أوروبا مثلا من ناحية الضوابط الوقائية المنضبطة وكذا. لأن كل ما حدث مع التجمعات، هو أولا الكورونا مرض اجتماعي يعتمد على التجمعات، كل ما كان فيه تجمع كل ما تفشى الفيروس أسرع ما يكون. التجمع دول التدابير الاحترازية والتجمع والإغلاق تام، كل شيء يهدى وينضبط إلى حد ما. فطبعا هناك الازدحام، هناك كان مهرجانات العيد بتاع الهند، كان مهرجان طبعا في كل الأنحاء، أدى إلى تجمع شديد جدا للبشر حوالين هذه المهرجانات، أدى إلى سرعة انتشار الفيروس بينهم. وده اعتمد ضمن الكوارث الكبرى ان هو مرض اجتماعي من الدرجه الاولى. تمام. يعني بعض المتابعين للمساله ديت بينظروا من جانب اخر، يعني الهند دوله تختلف عن المحيط بتاعها، بيغلب عليها الهندوس، والهندوس بيعبدوا البقر. وهناك موجه كبيره جدا في الهند بتشجع او بتدعو ان مخلفات البقر من رأس البقر والبول وما شابه يعني بتشفي من كورونا، لدرجه ان هم بيضيفوا هذه الاشياء للمأكولات والمشروبات يجوز يستخدموها كعلاج وكدواء. بعض الناس تحدث عن ان هذا الاتجاه هو السبب فيما حدث نتيجه لانصراف الناس عن المسائل العلميه والاجراءات الاحترازيه الى مساله عقيديه بحته لا علاقه لها بالطب. هل تعتقد ان يكون هناك تاثير في هذا الجانب؟ اعتقد طبعا التاثير العقيدي ده يعتبر هام جدا، ولو حتى احنا مهما اقنعناه هو اللي بذهنه. ويمكن عايز اقول كلمه برضه، يعني الصين اقل دوله في العالم فيها ثلاث حالات اربع حالات. هذا الامر يمكن الاغلاق الكامل، او ممكن يكون تدابير احترازيه، او ممكن كذا، ولكن اقول في النهايه برضه ان الصين بها اعشاب تنبت من الارض. هذه الاعشاب اللي السكان بياكلوها بالطبع، يعني الميول الطبيعي، الميه عاليه وتنزل في الوقت ده بيسموه ميول طبيعي. فهو بياكل الاعشاب دي، فاعتقد الاعشاب دي وجد علميا، هذه الاعشاب بتقلل من تكاثر الفيروس اللي ممكن تقتله كذلك. يعني حضرتك بتؤكد على هذه الفكره ان الاعشاب لها تاثير ايجابي. يعني هو بعض الناس بتتحدث عن اعشاب محدده زي الاخناسيا مثلا، مش ترفع المناعه وبتساعد على مقاومه جميع الفيروسات. هو الاعشاب اللي في الهند فعلا اجريت عليها ابحاث علميه، في الصين اجريت عليها ابحاث علميه صحيحه، وجدت انه له تاثير مباشر على هذا الفيروس. نعم. يعني جبنا 100 و100 ما خدوش و100 خدهم، وبس بياخدوا العلاج العادي الاثنين. نعم. 100 خدوا 100 ما خدوش الاعشاب، وجدنا اللي بياخدوا اعشاب
أكثر سرعة في الشفاء، أكثر سرعة في إزالة الفيروس. نعم. طيب فيما يتعلق بالحديث عن موجات الإصابة بالفيروس يا دكتور، يعني نتحدث عن أن عشان تنخفض الأعداد لازم ترتفع إلى أقصى ما يمكن ثم الذروة بتاعتها ثم هل يعني هل الموضوع ده أساس علمي؟ يعني مسألة أن هو ذروة يعني كلمة الموجة، موجة أولى وموجة ثانية وموجة ثالثة، دي حاجات يعني افترضها العلماء، وكل موجة لها شكل معين، وكل فيروس كل ما يغير من الجينات بتاعته التسلسل الجيني بتاعه بالمقابل بيتغير صفاته، يعني صفاته سماته تصرفات الفيروس، وكل ما تغير صفات الفيروس بيقابله تغير في الأعراض. يعني كان أول ما بداية الفيروس معنا في مصر مثلا كان إن هو الحرارة والكحة الجافة زي ما كنا حافظين قديما، يعني النهاردة هو الأمور اتغيرت، إن الفيروس اتحور، كل ما يتحور كل ما غير من شكله وتصرفاته بيقابله أعراض مرضية معينة. يعني النهاردة مثلا حكاية الطفح الجلدي، وده طبعا خطيرة جدا، مثلا واحد عنده مغص، يعني اعتقد في ناس كتير جدا عنده مغص وبس، والمغص مش راضي يخلق بقى ثلاث ايام ولسه لازال موجود عندي، لما اروح نعمل له اشعه مقطعيه او تحليل البي سي ار بنجد ان هو عنده كورونا برغم ما فيش اي شكوى خالص. الضغوط برضه كذلك من ضمن العوارض اللي هي اللي احنا اعراض جديده ظهرت عندنا. الحاجه بقى الاخطر من كده ساعات بيمسك والعياذ بالله اللي هو الجهاز العصبي المركزي المخ، بيتعمل التهاب في الدماغ والانسان طبعا فالحقيقة الفيروس لا يزال غامض على البشر ومحير للعلماء، حتى ان هم بيحاولوا ان هم يبحثوا وراءه لكنه بيسبقهم بخطوات، بيروح مغير نفسه وهكذا. يمكن الفيروس كورونا بيغير نفسه كل شهر، انفلونزا بتغير نفسها كل اسبوع، الايدز دائما التغير، لذلك مش قادرين نعمل له لقاح او غيره فبنركنه على جنب. لقاح الانفلونزا طبعا دائم، يعني كل سنه سنويا بنحاول نغيره. اعتقد ان طالما ان هو كل شهر، وفي بعض البلاد زي امريكا كل 10 ايام بيتغير الجين بتاعه. في الهند بقى ده على يعني اعتقد يعني الموجه الاخيره دي هو مش بغير نفسه بس، ده هو بطفره واحده، ده بالطفرات بتجي مره واحده، وده يعتبر وحش كاسر قاتل مدمر للمكان اللي هو. تمام. هو يعني سمعنا دايما مقولة البقاء للأقوى أو للأصلح. يعني بعض الناس بتتصور يعني أن في النهاية سيبقى الفيروس الأقوى والأشد خطورة وحيكون ليه انتشار كبير جدا يعني في العالم. في هذه الحالة هل من الممكن أن يصنع لقاح لهذا الفيروس أو هنيجي في فترة مش هنقدر نصنع لقاح؟ العلماء قالوا كل لقاح، كل فيروس حور من نفسه هذه التحورات وهذا الجين الجديد دول كلهم هيقتلوا القديم. وده طبعا ميزه جميله، انت زي ما قلت الاقوى، هو كل تحور بيطلع منه انواع جديده لها جين جديد، هذا النوع الجديد بيقتل القديم. كما قالوا لكن يعني اذا بقي نوع فيروس شديد الخطوره شديد الانتشار، هل من الممكن ان نصل لمرحله يبقى فيها صعوبه في انتاج لقاح لهذا الفيروس؟ لا، من ناحيه الصعوبه طبعا لا زالت التجارب يعني قائمه ليل نهار. يمكن حتى كورونا سارس وكورونا ميرس، يعني الصين بدات تعمل لهم لقاح واول اخره، ولما اختفى مره واحده طبعا رفعت الاقلام وبطلوا البحوث الخاصه بذلك. فاعتقد يعني اقول الايه الكريمه ازفت الازفه ليس من دون الله كشف، يعني اجمام يعني اوبئه ظهرت وفجاه اختفت. حال نقول شطاره الانسان لما كورونا سارس ظهرت وبهتلت وعملت اللي عملته واختفت مره واحده بدون ان. تمام. طب اسمح لنا دكتور ان نثري هذا الحوار من خلال تقرير عبد الزملاء عن اراء بعض الزملاء من الكتاب والصحفيين في هذا الموضوع، ثم نعود في هذه الحلقه من مساحه للراي.
الأخبار. كتب أحمد نزيه في تقارير: تعيش الهند على وقع موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا أكثر ضراوة من سابقتها، جاءت مع اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في الأراضي الهندية عرفت بالسلالة الهندية، وباتت الهند تسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة في إصابة عدوى كوفيد 19 لم يسبق لها مثيل منذ تفشي الوباء في مختلف أنحاء العالم. الخليج. يؤكد فيصل عبدون في مقالات أن ما يحدث في الهند كابوس يفوق في عنفه وشدته ما حدث في الصين في بداية ظهور وباء كورونا، كما أنه لا يقارن بحجم الرعب والألم الذي عاشه الإيطاليون العام الماضي. والفارق في كارثة الهند أنها جاءت بعدما بدأ العالم يلتقط أنفاسه ويشعر بالقليل من الثقة مع ظهور اللقاحات المضادة. الشرق الأوسط. عن رأي رامانان لاكسي مينارايان، يعتبر انزلاق الهند إلى هذه الأزمة غير المسبوقة نتيجة غير مباشرة لغياب الاستعداد الحكومي، ومع تراجع أعداد الإصابة إلى نحو بالغ في منتصف فبراير الماضي سارعت الحكومة الهندية إلى إعلان الانتصار في معركة الوباء، فضلا على سماح الحكومة بالتجمعات الكبيرة التي ساعدت على انتشار واسع للفيروس. عكاظ. وأخيرا، يشير ياسين أحمد أن الوضع الوبائي في الهند يثير قلق دول العالم ومخاوف من أن تصبح الأزمة الصحية في الهند أزمة للعالم كله خلال الأيام القادمة، خاصة بعدما أعلنت بريطانيا أنها اكتشفت إصابات جديدة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا، مما يعني أنها في طريقها لأن تتفشى في العالم مسببة مزيدا من البؤس. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق. دكتور أحمد، منظمة الصحة العالمية وصفت الحد من انتشار فيروس كورونا في الهند بالمهمة الصعبة للغاية، يعني هل هناك أمل يعني في الاحتواء السريع لهذا الأمر، خصوصا الهند دولة ضخمة جدا ومتشعبة، والهنود كمان موجودين في الخليج، موجودين في دول كثيرة جدا، وارد جدا يحدث انتشار سريع لهذا الفيروس من هو المشكلة يعني هو هي زي ما يكون قنبلة موجودة، وبعدين ربنا يستر على العالم كله، ان طبعا الهنود متنقلين من دولة الى اخرى، حتى بعض الدول الاوروبية رفضت دخول اي هندي او من برازيل او من تشيلي، رفضوا دخولهم بلاد عشان تشابه الجين بتاعهم اللي هو الجين الفيروس، عايز يكون يحملوا هذا الأمر. أعتقد منظمة الصحة العالمية أعلنت طبعا أعلنت يعني إن هم العالم كله يعني يمد إيده يمد إيده، زي ما احنا شفنا أمريكا ودول الغرب كلها بتمد الهند بكل ما يلزمها من حاجات مستلزمات طبية ومن أجهزة التنفس وما إلى غير ذلك. أعتقد يعني لو هم التزموا بالتدابير الحكومية، طبعا الحكومة الحقيقة اللي هناك برضو يعني برضو كانت تراخت إن هي سبت التجمعات اللي كان السبب التجمع دول، لو الأمور يعني اللي حصل الغلق التام أعتقد تتحسن وتبقى كويسة إن شاء الله. يعني إحنا برضو السؤال يا دكتور، يعني هل متوقع يعني أن هذا الانفجار يطال الأطراف، يعني خصوصا زي ما حضرتك ذكرت يعني هل ده وارد، وفي هذه الحالة إحنا كمصر يعني كبلدنا في تقديرك نعمل إيه؟ يعني أولا يعني لو حدث هيكون إصابة بسيطة جدا، لأن عدد الهنود اللي بيخشوا مصر مثلا أو دول العالم يعني يكاد يكونوا محدودين، يعني راجل بريطانيا زي ما قال إن فيها حالات دخلت، وفرنسا كذلك برضه واحد هندي دخل هناك برضه، يمكن حتى يعني أذكر كتب العلم أول مكروب اللي بيقاوم المضادات الحيوية كان واحد هندي في سويسرا، وبدأت المشكلة وبدأ حتى الآن بنعاني من هذا الأمر، لكن هو مش ذنبه، هو ذنبه أن هناك البلاد ما بتاخدش العلاج منضبط بيساعد على أن المكروب يقاوم المضاد الحيوي، ده يعني تاريخ قديم يعني. ولكن أعتقد يعني هنا في مصر يعني الحقيقة مصر تعاقدت مع الشركات الكبرى مع الروس ومع الصين
في اللقاح، تصنيع مش اللقاح وبس تاخده منهم، ولكن تصنيع اللقاح في مصر، في لأن مصر الحقيقة فيها كثر رائدة صناعات الأمصال، وعلى رأسها طبعا مدينة الدواء، وكذلك باكسيرا اللي هي المعهد القومي للأمصال. فطبعا احنا هنا في مصر يعني وبنقول دايما لو تطرقنا لموضوع التطعيم، التطعيم بنقول ان هو يعني الحقيقه طوق النجاه في هذا الامر. يعني احنا داخلين على الذروه لذروه الموجه الثالثه. تمام. فطبعا اذا كان ده يلزم مواكبتها ويلزم ان احنا نضاهيها بالتدابير الاحترازيه والضوابط الاجتماعيه والضوابط القانونيه والضوابط قصدي الطبيه، وكذلك بالتدابير الاحترازيه جنبا الى جنب مع التطعيم. ويمكن التطعيم عندنا يعني هي طبعا اصبح متوفر بالنسبه للتصنف من منظمه الصحه العالميه، منظمه جافي ومبادره كوفيكس طبعا ده بتمدنا بيه. احنا جالنا ثلاث شحنات في هذه الايام من اللقاحات، واحنا قلنا اللقاح اهميته مش انني يعني اهميته اولا بالنسبه للمجتمع انه بيمنع الانتشار، بدليل مثلا بعض الدول طعمت اكثر من 60% زي اوروبا مثلا زي بريطانيا، فبالتالي كان هناك الحاله شديده جدا اصبحت لحد ما في توازن. طبعا بالنسبه للتلقيح او التطعيم بالنسبه لنا احنا بالنسبه للانسان، التطعيم اهميته ببساطه جديده وان هو بيمنع تدهور حاله الانسان ويخش يعني اللي هو تجعله يخش المستشفى او تجعله ياخذ الاكسجين او تجعله يخش في رعايه مركزه او يتركب له اجهزه التنفس الصناعي. اذن التطعيم مهمته اهميته طبعا. بعدين السؤال اللي بعد كده يقول لك في ناس بتخاف من التطعيم او متخوف، احنا او يقول لك لا انا عايز النوع الفلاني او مش عايز النوع الفلاني. احنا بنقول رجل عالم قال نحن لا نملك رفاهيه الاختيار، ان كل التطعيمات في حد ذاتها كلهم بيقوم او بيحفزهم ازرع المناعه في الانسان فتمنعه من الانحدار في مضاعفات كارثيه لهذا الفيروس، يمنعه من دخول المستشفى، يمنعه من كذا، يمنعه من الاكسجين، يمنعه من اجهزه التنفس الصناعي، يعني يبعد بحيث لو اصيب بالفيروس بكورونا ممكن يكون اصابه هاديه زي الانفلونزا بالظبط. خد التطعيم بالتالي موضوع الانفلونزا يجي له بيجي له طول خفيف وبسيط بحيث يكون في منأى عن هذا الامر. تمام. طب يعني الوضع في الهند او البرازيل يا دكتور بيرجعنا لما قيل في بدايه هذه الازمه عن ان هذا الفيروس ربما يكون مهندس وراثيا لاصابه بعض الفئات المعينه او كده. هو الواقع برضو بيدي الفكره ديت، لان احنا بنتكلم عن البرازيل والهند هم متقاربين جينيا، يعني في تقارب كبير جدا جينيا ما بين قريبين في الشكل والمواصفات وكده. هل يعني هل الفكره دي لها وجاهه حتى من الاصل او لها فيها منطق؟ يعني انا انفي ذلك تماما، لان البرازيل من الدول اللي هي تاخرت في حمايتها من الفيروس. يعني هم افتكروا دي زي ما احنا عارفين القصه القديمه ان هم بدأوا من هم بعد يعني كده دور برد دور انفلونزا غير مكترسين، لذلك كانت فيها اكبر اصابه اللي هو البرازيل. اما الهند كثافه سكانها الاعتقاد بتاعهم او معتقداتهم وتجمعاتهم اللي هي المتلاصقة دي هي اللي أدت لانفجار الأزمة عندهم. نعم. لكن كلمة مصنع وراثيا احنا بحثناها بحث جيد، احنا طبعا يعني أصحاب الصنعة يعني وجدنا ان فعلا ان هو فيروس كان موجود ولكن احنا اللي نشطناه. والفيروس عامة عمره ما هيجي لك ولا هيجي لي، انا اللي بروح لجيب، انا اللي بخش في وسط الزحمة، انا اللي بخش مثلا انا بسلم على غيري ما اغسلش ايدي، انا اللي بطلع في البرد. او على فكره كمان انا لو جالي دور مثلا انا طلعت خففت على نفسي قوي واخدت دور برد شديد جدا، يعني حسيت ان جسمي برد شديد، المناعه بتقع في ساعتها وبالذات قابليه الانسان لهذا الفيروس. تمام. طيب الحمد لله يعني مصر من الدول برضو اللي المساله معقوله فيها، يعني بعض الناس بترجع هذه المساله
الى التطعيمات السابقة، يعني ان المصريين دايما عندهم تطعيمات دورية واجبارية ومحدش يقدر يفلت منها يعني. فدايما التطعيمات الدورية كل الناس تقريبا بتاخد تطعيمات يمكن من الستينات ويمكن من قبل كده كمان. هي افريقيا كلها عامة يعني الى حد ما، لان افريقيا واخدة على هذه الاوبئة، ده رقم واحد بتكون عندها مناعة طبيعية. الحاجة التانية ان هم عندهم دواء الملاريا دايما بياخدوه، واثبت دواء الملاريا له علاقه بحمايه الانسان. فطبعا كل اللي هم بياخدوه بطبيعه الحال زي ما قلت لك الميول الطبيعي، فطبعا بيقلل الحمل عندهم، فطبعا يعتبر. اما في مصر طبعا هناك عيون واعيه، هي عيون ساهره من الفريق الطبي، وطبعا تقص الحقائق، ويمكن حتى في بعض المناطق جابوا لهم سرايا، جابوا لهم مستشفيات جانبيه. اللي انا بقوله ده بقى ايه؟ اللي انا بقوله ان خطوره او صفات الموجة الثالثه انها تكون اشد ما تكون في مكان واقل ما تكون يعني توزيعها مش زي الموجة الاولى بالتساوي. لا، من صفات الموجة الثالثه ان هي تشتد في مكان واخر تكون خفيفه واخر تكون متوسطه، ما هيش بالتساوي بميه واحده زي الموجة الاولى. تمام. طب على ذكر افريقيا دكتور احمد، يعني مدغشقر مثلا بيتحدثوا عن ان هم عندهم علاج من الاعشاب لمسألة كورونا، عماده او يعني الاساس فيه الشيح، يعني الشيح ومكونات اخرى، وهم بيدعوا ان هم جربوا حتى على مستوى رئيس الجمهورية كان بيدعوا لهذا الدواء وبيقول ان هو دواء فعال وبيسبب الوقاية. هل يعني انا بتكلم من الناحية العلمية، يعني هل من الممكن ان يكون هذا الامر له وجهة علمية وأسباب منطقية تؤدي إلى هذه النتيجة؟ أولا أنا واحد من الناس، يعني إحنا بدل ما نجيب الحاجة بفلوس، ما أنت عندنا مرض ده مرمى في الأرض وبلاش، معناه إن إحنا نشيل ونعبي وناخد يعني. فطبعا هذه يعني البحث العلمي، وأقصد بالبحث العلمي في الدول المتقدمة تاخد هذه الأعشاب وتصنعها عندهم أو نشتريها، هكون أقل تمن وأقل خطورة. يعني انا يعني فعلا الكلام ده قبل كده من مع منظمه الصحه العالميه اللي هي مدغشقر وغيرها من الدول الافريقيه، والحاجات الموجوده في الصين، كل دي اعشاب جميله جدا. ليه ما نلتفتش؟ وفي تجربه سابقه حضرتك برضو ايام انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، التاميفلو كان مصدره اليانسون الصيني مثلا، هم قاموا بالفعل يعني يعني في تجربه سابقه يعني. احنا ان شاء الله برضو ربنا يوفق برضو الجهات العلميه العالميه ان هم يلتفتوا لهذا الامر، ان دي حاجه يعني بيكون ببلاش، بلد المنشا ببلاش ورخيص وغير ضار للانسان. تمام. طب يعني بعض الناس تتوقع مع ارتفاع درجات الحراره، ان شاء الله داخلين على الصيف ودرجات الحراره بتوصل لدرجات يعني لا تتاقل، البشر بتموت منها يعني بتصاب بضربه شمس، فهل من الممكن فعلا ان شاء الله تكون درجات الحراره نوع من الحمايه من الفيروس؟ يجوز يعني هذا الراي يجوز، بس طبعا يعني هو يقلل مش من انتشاره، يحد من التكاثر بتاعه. ولكن انا باكد يعني تاكيد كاملا على القناع، على الكمامه اللي هي القماش بتدي حمايه 51%. الكمامه اللي احنا مش بنلبسها الزرقاء دي بتدي حمايه من 69 ل 70%. لكن لو انا بلبس الزرقاء دي ومعاها القماش تدي مناعه تصل الى 86%، شيء مبهر. يعني بضمن السلامه من عند ربنا اولا، وان خدت بالاسباب طبعا الكمامه الزرقاء دي ومعاها الكمامه القماش تدي مناعه. اما الان 95 الناس اللي بتلبسها طبعا لا داعي ان احنا نحط لها كمامه اخرى، فهي دي تكفي ان طبعا دفاع حمايتها بتكون عاليه جدا جدا جدا. تمام. لو دكتور بعض الناس بتتحدث عن ان الكمامه نفسها بتساعد في خلق نوع من المناعه، يعني هو الكمامه بتدخل زي ما حضرتك بتقول 86 اقصى حاجه ل 14% من الفيروس ده بيخش، بس بيبقى جرعه صغيره فالجسم يقدر يتعامل معاها بالظبط ويكون مضاداته. هل ده علميا سليم؟ اولا في حاجه اسمها الجرعه المعديه. تمام. الفيروس دخل الجسم، طبعا طول النهار عم نتنقل من مكان لمكان لمكان، هنا وهنا وهنا، ولكن في حاجه اسمها الجرعه المعديه اللي هي بيها لابد يحدث المرض. والجرعه المعديه تختلف من سن لاخر، واحد ضعيف، واحد قوي، طفل صغير، واحد كبير مسن، واحد عنده مثلا امراض سكر او ضغط او غيره. فالجرعه المعديه بتاعت الفيروس مجرد ما دخلت طبعا تتناسب مع حيثيه اللي هو الانسان بتصيب المرض. في بقى حاجات بسيطه جدا،
يعني مثلا اعداد بسيطه من الفيروس بتخش، زي ما حضرتك بتقول ان هي حتى بتحفز، بيسموها بتحفز الجهاز المناعي الى حد ما، وبالتوالي ممكن تحدث مناعه معك. طب حضرتك ذكرت انكم اهل الصنعه، يعني طبعا اهل الخبره فيما يتعلق بموضوع الفيروسات، وكل صنعه بيبقى ليها اسرارها، يعني عايزين من حضرتك نصيحه للناس العاديه اللي هي يمكن حتى ما بتعرفش تقرا وتكتب فيما يتعلق بالوقايه من الفيروس بشكل يعني بشكل يحمي البني ادم يحمي الانسان. يعني احنا بنقول الحمايه لها جناحين، كجناحي الطائر، اولا اللي هي التدابير الاحترازيه او البقائيه، طبعا دي ان انا اهم حاجه عندي زي ما قلت سابقا الكمامه، ودي خط الدفاع الاول، التباعد، وانا باكد على كلمه التباعد، التباعد مش اخرج، مش مثلا انا كنت بقول ايام زمان الافراح والمآتم والعزومات وغيره وغيره، النهارده بقول انت تقعد في بيتك في لك مصلحه، اخرج ما لكش تقعد في البيت. طب الشغل لا، ما انا بقول لك في مصلحه بره يا شغل مثلا تطلع، ما لكش اقعد في البيت، طبعا دي يعتبر خير حمايه لك انت. الجانب الاخر ما تنساش التطعيم، التطعيم يعتبر طوق النجاه في هذه الامور او الامور الحاسمه. طوق النجاه يعني هو زي ما قلت قبل كده بيمنع، بيقلل من انتشار الفيروس للمجتمع بالنسبه للفرد، بيقوي مناعته وبيحميه من ويلات قد تودي بحياته وقد طبعا ان شاء الله تخلقها. يعني نتمنى السلامه كل الناس، ونتمنى السلامه للهند، ونتمنى السلامة لمصر أولا يعني، ونتمنى السلامة للأمة العربية والإسلامية، لكن هذا قدر الله يعني مقبول في كل الأحوال إن شاء الله ينتهي على خير. لكن انتهت هذه الحلقة دكتور أحمد من مساحة للرأي، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق. شكرا جزيلا دكتور. جزاكم الله خير. وأشكر مشاهدي الكرام في كل مكان، نتمنى لكم السلامة وإلى لقاء قريب.